عادي، بس انا يوم الاحد الصبح قعدت على مسج صراحه خرعني من اخونا الكبير كابتن جاسم بهنا، دازي مسج يقول لي انا حلمان بمحمد كرم حلم مو زين، فخليه يدفع صدقه عشان يعني الصدقه دائما تدفع البلاء مثل ما هو معروف. ف نادي الهندي خلنا اللي اعطيه صدقه. تعال نور. وصل لك انت المسج؟ اي وصل لي المسج. بسم الله الرحمن الرحيم. خفت ولا ما خفت؟ طبعا لا، بعد جاسم يخوف. لا بس جاسم خير وبركه صراحه، والله دز لي وهذا وقلت له وان شاء الله وجسمه. بس الحين نبي بشغله، وهو جاسم بهمل اول شيء نشكره، يعني كل ما ندز له واحد حق علاج شيء ما يقصر، كبير صغير ما يقصروا وياه. دائما اذا قلنا له من طرفي وهذا نعم. بس يروح لهم يقول طرف فلان طرف، والله ما يقصر يقوم وياهم. بس تبي منه موعد حق الحجامه؟ حق منو؟ جاسم بهمل. حق منو؟ حق يلا حقك انت سوي حجامه. خفت الظاهر. اي خفت عادي. لا اعتقد مشاري عالج عنده. عالجت انك رحت مشاري ولا اول مره؟ جاسم بهمل. اي رحت عنده مره. رحت كانت اصابه شنو بال كانت عندي لا كان عندي العضله الضامه. أيه. رحت عنده واعطاني اذكر كنا برصينيه. نعم كان رحت يعني عنده كاسات. اي صراحه ما قصر حق الحجامه. اي مضبوط. فيصل انت ما شاء الله ما في دكتور. ما انت الحين بس ناقص صدق قراش حجامه. كل 6 اشهر يسوون اوبرانس، كل سنه يسوون. صح.